قصتنا التالية من أحد المخيمات في العاصمة مقديشو، وهي قصة تحد ونجاح لنساء المخيم اللواتي بدأنا بصناعة الحصر التقليدية والمراوح اليدوية من أغصان الأشجار وسعف النخيل. هذه الصناعة وفرت لهن دخلاً يغنيهن عن انتظار المساعدات الإغاثية. نحن في حياكة هذه الحصر والسلال التقليدية، وهي مهنة متوارثة اكتسبتها من قبل الوالد، وتمر هذه الصناعة بمراحل مختلفة. نعمل أولا في تأمين المواد، من ثم نعمل بتلوينها بألوان مختلفة، وبعدها تبدأ مهمة حياكتها بأساليب وأنواع مختلفة.